الحمد لله على السلامة، الحمد لله على السلامة. تعالي يا بنت الحمد لله على السلامة. فين فين حازم؟ حازم فين؟ ما تقفلش الباب، حازم جاي؟ ها؟ دايما لوحده يا عيني، سبته لوحده؟ معلش معلش، أنا وضبت له أوضته يا منى، وضبت له أوضته خليتها له زي الفل، والدولاب وضبت القمصان، خليت القمصان ملونة لوحدها، وقمصان البدل بتاعت الدكتور عشان يتباهى بالناس، تتباهى بيه يا حبيبي يا حبيبي. سيف يا كبير، ما جبتش أخوك الصغير في إيدك ليه؟ مش أنا معلمك يا سيف أخوك الصغير يبقى في إيدك على طول؟ تسيبه ليه؟ تسيبه ليه لوحده؟ الحنين تسيبه ليه؟ معلش معلش معلش. يلا يلا اغسلي ايديكوا وتعالوا ناكل كلنا مع بعض. عملت له اللوبيا اللي بيحبها، عملت له اللوبيا اللي بيحبها. ابني 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 ابني. احنا بخير، رانيا معايا اهي، معايا مش بسيبها ولا لحظه. انت بس اللي طمني عليكوا كل شويه يا جدو. طمني عليكوا على ماما. انا شايف اننا نعمل مجموعات عمل تنزل وسط الناس في الميدان وتعمل توعيه سياسيه للناس. فكره هايله يا عمرو. الجماهير عامله زي شلال الميه قويه، بس لو اتحركت في اتجاه غير سليم تاكل كل حاجه قصادها، وده الخطير في الموضوع. فعلا ده بقى بيحصل دلوقتي، النظام بقى من ناحيه والاسلاميين بقوا من ناحيه تانية خالص، وبعدين احنا مش هنفضل نتفرج لحد ما الناس ما تروح مننا، لازم نتصرف. انت ايه رايك يا دينا؟ لا انا موافقه حضرتك جدا، احنا محتاجين نختار شباب عنده وعي، عنده ثقافه سياسيه، يعرفوا يتكلموا، شباب بيعرف يتحاور ببساطه، شباب زيكم كده، ومش بس ولاد، ولاد وبنات. هي فين منار العربي صحيح؟ منار مشغوله النهارده، اخوها توفى ودفنوا الصبح. ايه الكلام اللي قاله الدكتور ده يا سيف؟ يعني امك كانت عيانه قوي كده وانت عارف مخبي عليها؟ حكى لي يا بابا، انا مرضتش اضايقك والله. حازم بقى الله يرحمه كان عارف امتى بحالتها. وحازم كده كان عارف. كل اللي كان بيحصل وانا مش دريان، الظاهر اني خلاص بقيت زي كل حاجه في البلد، ندمت وعجزت وما عدتش انفع لحاجه. معلش بارك ربنا فيك يا ابني، موت اخوك يا سيف كسر ظهري، كسر ظهري خلص على اللي فاضل فيا. برحمك يا ابني، برحمك يا حبيبي. احنا تابعنا معانا نقل الجثمان من العريش وخلصنا له كل اوراق الدفن، طبعا من غير ما نظهر في الصوره. اللي حصل ده مش سهل على سيف وهيأثر عليه. اخبار القومندان ايه؟ الحمد لله كويس، هو عمل قسطره وركب كذا دعامه، والدكاتره قالوا انه ان شاء الله لو حالته فضلت مستقره هيخرج من العنايه على بكره باذن الله. هايل. نجوم رمضان معاك على واتشت، اشترك وما تخليش حاجه تفوتك.